عنك يا ميزان الوفا شعري شيبي الموقف ويا خصلة بك والصفة يلا الفضل بك اكتفى يلا الفضل عنوانك شدر أبين حسانك يلا الفضل عنوانك شدر أبين حسانك والزينة بنت كافلي يل همتك همت علي يا الفضيلة عيبتك وينك بحر الكرم كفينا هالدعوة تاك يعتلي يل همتك همت علي هالدعوة تاك يعتلي يا كافل الحر ونعيم منك يا كافل يا شهيد جيش العدا وهاي الزليل اي قلت لها كلها ما تهيم بدر وتنور رسومك يومك توضح يومك بدر وتنور رسومك يومك توضح يومك خبر عينت والجملي الجملي يلهمتك همة علي يا بالفضل عيبتك وينك بحر الكرم كفينا هالدعوة تاك يعتلي يلهمتك همة علي يا الهمتك همة علي دارك اللي شافتك لما انحملت بحملتك للمنولي لشمرتك ما ميزوا من صالتك نحتارك اللي العسكر رد النقالة وحيدار نحتارك اللي العسكر رد النقالة وحيدار يلهبتك من الولي يلهمتك همة علي يا بالفضيلة عيبتك وينك بحر الكرم كفينا هالدعوة تاك يعتلي يلهمتك همة علي يلهمتك همة علي أول فصل في الواقعة سيفك تبين ملبعة عبت الجثث متوزعة حين دخلت في المشرعة دمهم رسمت حروفك باش الفرات جفوفك دمهم رسمت حروفك باش الفرات جفوفك ومن شفك أصبح سلسلي يلهمتك همة علي يا بالفضيلة عيبتك وينك بحر الكرم كفينا هالدعوة تاك يعتلي يلهمتك همة علي هالدعوة تاك يعتلي يلهمتك همة علي لك شعر ما يوصله يا ابو العزم والمرجله عنك توضح كربلاء كم موقف انت مسجله عمرك نذر دلدنا راية علي بيمنا والله عمرك نذر دلدنا راية علي بيمنا بيتك ترف رفت اعتلي يا الهمتك همة علي يا بالفضيلة عيبتك وينك بحر
دار الكرم كفينا هالبع وطاك يعتلي يا الهمتك همة علي هالبع وطاك يعتلي يا الهمتك همة علي يا من فضل يا من فضل يا من فضل يا من فضل. الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي.